فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أملأ الأفتاء والأجواء والأوطان وأقول وقال تعالى في كتابه يجمعنا بهذا الصباح المستبشر أن نتكاثر جميعا من أجل ليبيا. ليبيا هي هبة أحبك بها يا وطني، فلم أجد إلا قلبي الدامي. وباسمي أنا الإعلامي أحمد ميبو، نحن في استضافة مدينة جبل الأخضر وبالتحديد مدينة شحات التي احتضنت المؤتمر المصالحة الوطنية على مستوى ليبيا. الحمد لله رب العالمين، هذا الجهد أخذ فترة طويلة أكثر من 3 أشهر لإعداد هذا المؤتمر، وتكاثفت معنا كل الجهات الشرعية والنشطاء والأكاديميين والناس المهتمة بالمصالحة، والمصالحة كل الليبيين يطالبوا بالمصالحة، يعني ما فيش أي جهة ضد المصالحة. كل الأجهزة بالدولة الليبية سواء كانت جهة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو جهة عسكرية أو مدنية، كل الناس تطالب بالمصالحة. ولا عمل ولا نجاح لأي جسم في هذه الدولة إلا بالمصالحة الوطنية. مصالحة وطنية ولم شمل الليبيين، هذه اللبنة الأولى وهي حجر الأساس للعمل واستقرار البلاد. فالحمد لله رب العالمين، طبعا وفقنا الله واشتغلنا شغل لهذا العمل، ونحن مع كل الأجهزة الخاصة بالدولة وكل الجهات المعنية بالمصالحة الوطنية حنكون سباقين ونكون حاضرين في كل مناطق ليبيا. يعني مش المنطقة هذه، منطقة الشرق الليبي مدينة شحات احتضنت الموضوع، جزاهم الله خيرا الأخوة قائمين على هذا العمل من بلدية، من أكاديميين، من نشطاء، من أجهزة الأمنية، كانت كل الناس تكاثفت معنا وكلها تطالب بالمصالحة. والله يعني عندما نتحدث مع بعض الأشخاص، الناس كلهم سعيدين جدا بالمصالحة. وهذا المؤتمر من أنحاء ليبيا، من كافة أطياف الشعب الليبي، وأهداف هذا المحور لم شمل ليبيا والتوصيل للبلاد إلى بر الأمان. والمحور النقاط كلمة الورقات اللي في المؤتمر، كلمة الشؤون الاجتماعية، كلمة حكماء ومشايخ، والكلمة عن حقوق الإنسان، وكلمة عن الدور السياسي، وكلمة عن الدور على الشباب. وهذه هي يعني فحوى الانطلاقة، إن شاء الله تكون انطلاقة خير، ونحن نبو مصالحة ونحط يدنا في دينهم بعضنا ونمشوا ليبيا إلى بر الأمان. من غير مصالحة ما فيش وطن.